اسعد الله اوقاتكم متابعينا ومتابعات قناه شوف. مرحبا بكم على اليوم في هذا البث المباشر من مدينه القنيطره. كيف ما كتشاهدوا معنا هاد الام وجده اللي محروق على الطفل ديالهم اللي كيبلغ العمر ديالو 14 سنه اللي اختفى في ظروف غامضه. الام ديالو من البارح كتقول لي انا ما كليت ما شربت ما شفت النعمه. الابن ديالي مختفي ما عرفت لا وهذا البرد هذا ما عرفت واش مغطي واش عريان يعني ولا واش حاته كي دايره. اختفى هو الصديق ديالو في ظروف غامضه كيف ما قلنا كيف ما غنسمع من عند الام ديالو. كيف ما شفتيو الام ديالو ما قدرتش تهضر ولكن كتقول لي غادي نهضر لان ابن ديالي هذاك ما كاينش غيره. لالا مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر ان شاء الله نسمعك اخبار الخير. اولا الاسم ديالك وتفضلي لالا. السلام عليكم. سمع محمد ولادي ملي كنت كنشوفني ولادي راني محروق عليك ولدي ولدي راني قلبت في اي بلاصه ولدي وعرج علينا ولدي راني ما نضربك ما والو ولدي راني تشويت ولدي راني تشويت الا كنت كتشوفني ولدي غير رجع انا مساوقك ولدي غير رجع ولدي ربا قلب عليك ولدي ما بقى لي شهد ولدي من البارح ولدي وانا نقلب من 12 ونص وليدي من خرج وانا مقلب ولا اثر ليك وليدي انا كنسول عليك صحابك يقول لي ما شفناش وانا عند مالي وليدي غير في المدرسه وصلت 6 ونص خرجت كنقلب قالوا لي سي محمد ما جاش سي محمد من المدرسه ما عاودش رجع وليدي انا مزاوقه فيك وليدي الله يرضي عليك وراني ما عنضربكش وليدي وربك ما عقيزكش وليدي وغير رجع انا مزاوقه فيك وغير رجع ما عرفتك عريان وما عرفتك واكل وما عرفتك جيعان وما عرفت شنو فيك وليدي ولدي راني ما بقاليش هاد الهضر وليدي انا مزاوقه فيك وليدي انا كنتي كتشوفني نرجع وليدي لداركم وليدي ما خاصك والو وليدي انا مزاوقه فيك ولدي رجعتي هو هذا ولدي اللي ما قادش ولدي الهضره. لالا حنان حنا حاسين بك والمغاربه كاملين كيتعاطفوا معك في هذا اللحظه. كنتمنى من جميع المتابعين انهم يبارطاجيو باش يوصلوا على مستوى المغرب كامل كيف ما كتشاهدوا معنا. الام محروقه في حاله هستيريه كيف ما كتلاحظوا معنا المتابعين الافاضل. لالا حنان واش عمرو اختفى لالا؟ عمرو ولدي ما خرج. نعم. ولدي ما مبصراش شاب الفلوس كيعطيه با جوج دراهم باش كيلعب الكره مع صحابه ويرجع للدار. عمرو ما قال لي ماما غنخرج لشي بلاصه الا تعطل 9:30 كتلقاه في الدار. عمر ولدي ما خرج ود كيهضر مع بابا انا غير في التيران انا بابا ما غادي حتى لبلاصه ما فهمتش هذا الشيء اللي وقع انا ما فهمت والو. واخا البارح شنو وقع بالضبط بغينا عاودينا التفاصيل الله يخليك. قلتي انه مع 12 ونص اختفى. مرحبا عاودينا الله يطول عمرك كاين عاودينا بالديتاي. 12 ونص. نعم. جا قلت له ولدي فين غادي قبل 12 ونص قبل ما يخرج قلت له ولدي فين غادي قال لي ماما غنمشي نلعب على الكره. عند بالو مشي يلعب غير الكره. قلت له ولدي المدرسه قال لي ماما راه من عاد وصل وقت المدرسه راني غادي نجي انا عارف مع اش كندخل. قلت انا يمكن بدا الادوات ديالو من الكره غيمشي للمدرسه. طلعت جده قالت لي الكورطاب راه ما كاينش الادوات راه كاينين ما درت في الحال قلت صافي غادي يجي. وصلت 6 ونص ولدي ما جاش صافي مني ما جاش عرفتو ما كاينش. سولت الدراري قال لي راه داز من هنا هاز كورطاب ما عرفناش شنو كاين فين شاء الله وعلم ما عرفتش. واخا لالا هاد الكورطاب اللي كان هز فيه واش فيه حويجاتو؟ فيه حوايج. جمع حوايجو. فيه حوايج. واخا كيف ما قلتي لي ان مع واحد الصديق ديالو اللي هو مع صديق هو اللي هو توا في حومه. كيبلغ العمر ديالو نفس العمر ديالو. في السادس هو في السابع. لا هو في السابعه. واخا عاودي لنا بالتفاصيل شنو سمعتي شنو قالوا لك الصحاب اللي كيف في حومه؟ قال لك جا سلم علينا قال لي انا غادي صافي. نعم. سمعنا بان الدري الحومه كيهضروا بان قالوا انها مشى عند مول الحانوت. عاودي لي الدري الاخر اللي مشى عند مول الحانوت. سولت مول الحانوت قال لي راه جا الدري صاحبه خدا من عندي 200 درهم انا كيتصرف معايا كطلبني حتى انا 10000 نعطيها له لان انا ما ناويش الدري يعيش شي بلاصه. هذا ماشي ولدي اللي مشى معاه. نعم. هادشي اللي كاين هو كان شحال هو كيعرفو ما كيجيو يلعبوا هنا في الدرب. نعم. كيجيو يلعبوا ما عرفتش شنو. شو كان لابس لالا؟ شكون ولدي؟ ولدك لابس هذا سيرفيت كي دايره؟ الفوق زرق والسروال في الكحل صباط سبرديله سبرديله. واخا غادي نتكلموا خليك تبقى معنا ونتكلموا مع جده ديالو حتى هي كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل اللي محروقه. اول حاجه قالت لي هذا هو ولدي وانا محروقه عليه وعزيز عليا بزاف. عطيها الميكرو شايفه ان شاء الله يسمعك اخبار الخير. السلام عليكم. اللهم ساعدكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سيدي راه حرقني على قلبي انا شواني انا ما تنعش ما تنزلش عينيا جبد في نفسه خاوي
سيدي راه ما خلى لي جهد، النسمة تراكت وانا نبات نبكي، الستة الخمسة ونص راني قدام الباب برا، الدنيا مقطوعة وانا جالسة برا، جالسة برا تنقول هو هذا، هو غادي يدق، هو غيجي، هو نعم لا كملي. سمعت سيدي؟ نعم. أنا طلعت طالعة اللي طلعت، جبرت هذوك الكونينشات دياولو، هذوك هذيك اللي كيدير الأدوات، المحفظة، الطابلية ديالو، وأنا تنطلع تنجري عند باه، قلت له يوسف قال لي نعم، قلت له ولدك راه ما قاريش، قال لك لا راه قال لي عنيتو، قال لي راه عندو نص نهار خاوي، قلت له لا ها الطابلية، ها الأدوات، وفين هو؟ وفين؟ ما كانش الشكارة. شكرا دار فيها حويجات وزاد تكون ديك الوحده الله الوحده الله. انت اخر وحده شتيها لالا؟ نعم. انت اخر وحده شتيه؟ لا ما شتوش انا من المشى. ما شتيش؟ لا. انت عايشه معاهم؟ اي ويلي راه هنا. نعم لالا. شو ما قال لك والو؟ ما عاود لكم والو؟ ما قال لكم والو؟ والو سيدي والو. كي كانت الطبيعه ديالو؟ عادي 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 عادي. هنا قسم كيقرا، هنا قسم كيقرا السادس. سولتي المدرسه، سولتي ذلك. وعلمت راه غدا تموت، وعلمت راه بقى فيها. كيداير معاك في القرايه؟ عادي اي بحال اي طفل عادي. كيقرا مزيان المشاهد. ومشيت اليوم اسيدي المسيره. نعم. كنحمق وغدا كنقول لهم انا مزوجه فيكم شوفوا هاد البلاد تشوفوه. نعم. اللي تنبقى فيه تنبكي، تقول لك راه لالا وكيديروا في هذاك التليفون. التليفون. نعم. جايه في الطوبيس تنبكي، غدو تنبكي، حمقني. حمقني سيدي ما خلى لي الجد ومريضه وفيا السكر. الحنان عاود لي المغاربه لان معنا دابا اللي دخلوا للمتابعين اللي تلتحقوا، عاود لهم بالضبط من البارح اليوم شنو كان لابس ورسالتك للسي محمد شنو كتقول له؟ من المدرسه ما عاودش رجع، مشى المدرسه قال لي غادي المدرسه من تما ما عاودش رجع، ما عرفتش من البارح ما عرفتش شنو كاين، قلبت ما خليت فين قلبت والو. ديكلاريت عطيت تصاور، درت تصاور في فيسبوك. عطيت تصاور لالا؟ تصاور نعم كملي. ها تفضل لالا. عييت ما نقلب قالوا لي ما شفناش، مشيت اليوم حتى المحطة قالوا لي ما كاينش ما جاش، هادشي اللي كاين هادشي اللي عرفت. شنو كان لابسة لالا؟ لابس سيرفيت. واش هادي بحال هادي؟ لا سيرفيت في الزرق. في الزرق نعم لالا. فوقاني زرق ولتحتاني كحل، السروال ديالها كحل. وسبرديله السبرديله ودير ساكادو في الكحل كورطار. نعم. شنو الرساله ديالك اللي هو يا السي محمد شنو كتقول له؟ محمد نعم. اوليدي الله يرضى عليك اولدي، اولدي الزرقاء ما دايماش ليك اولدي، جي لداركم اولدي، ما يغرك حتى واحد وما يكذب عليك حتى واحد اولدي، اولدي راني مزوقه فيك راه حتى حد ما يقيسك اولدي، غير رجع راه ما يضربك لا باك لا انا لا والو، غير رجع لعندنا اولدي، انا مزوقه فيك اولدي، انا راضيه عليك اولدي، حتى واحد ما يقيسك، غير اجي لداركم اجي وليدي شوف فيا في وجه الله، واجي وليدي انا مزوقه. المغاربه شنو كتقول لهم اللي شافوا اللي تعرف عليه؟ اللي تعرف عليه يا المغاربه، المغاربه اخوتنا الله يرحم ليكم الوالدين، واللي تعرف على العبادي اسم محمد راه خرج البارح من 12 ونص اصحاب ولا كتشوفوه، راه ولدي ما رجعش، انا مزوقه فيكم، انا مزوقه فيكم، اللي شافوا راه النمره عندكم اتصلوا بيا ولا عيطوا لي نجي نجيب، وانا مزوقه فيكم. إذن كيف ما كتابعوا معنا المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف في قناه الشعب، هذه الام والجده اللي محروقه الابن ديالهم اللي كيبلغ العمر ديالو 14 سنه محمد العبادي، كيف ما كيقولوا اختفى البارح مع وحده الارض، فكيطلب من جميع الناس اللي شافوا اللي تعرف عليه فاتصل بهم، كاين الرقم ديالو في صندوق الوصف، ايضا الرقم ديالهم هو 0653 68 33 27، وهذا الرقم 06 53 68 33 27، والله يا أجل محسن، فهو ها هو، نعاود نوريكم التصويرة ديالو، فالله يجزيكم بخير اللي تعرف عليه أو اللي شافو، كنتمنى أن جميع المتابعين الأفاضل متابعين قناة شفتو في قناة الشعب أنه يبارطاجيو باش يوصلوا للناس في جميع الأماكن فيما كان. نعم. اللي شاف والله يرحم لكم الوالدين، اللي شاف السي محمد العبادي السي محمد عيط في ديك النمرة الله يرحم الوالدين. عيط في ديك النمرة الله يرحم ليكم الوالدين، تعاطفوا معايا الله يرحم ليكم الوالدين، تعاطفوا معايا الله يرحم ليكم الوالدين، هاكا غيزان هاكا اختي هاكا. فهمتي إضافة، إذا عندنا معنا واحد الخال ديالو
اللي بغات تتكلم ما تبانيش؟ لا اجي هنا باش ما تبانيش، عطيني خذي الميكرو، ما تبانيش ولا لا؟ لا 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 اذا اجي هنا ولا لا؟ اجي هنا، اجي حدايا، اجي حدايا. اذا معنا واحد الخاله ديالو اللي تاهي مسكينه من الصباح وهي كتبكي، اللي بغات تضيف واحد الاضافه. مرحبا لاله، وان شاء الله يسمى لكم بخبر الخير. تفضل لاله. السلام عليكم الجمهور، السلام عليكم خوتي المغاربه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يحفظ وليدات المسلمين اجمعين، ويحفظ امه محمد اجمعين كاملين يا ربي. عافاكم الله، يرحم لكم الوالدين. حنا ما خلينا فرق قلبنا، قصد هذا الوليد مشى الصباح للمدرسه، ملي جا من المدرسه حط الكورطاب ديالو وهز فيه واحد السيرفات هو والدري اللي معاه، ومشاو مع 12:30 شدوا المركوب ومشاو مع 12. كل واحد شنو كيقول؟ كاين اللي كيقول لك مشى للسلا، كاين اللي كيقول لك مشى للدار البيضاء، كل كاين اللي كيقول لك راه مشى لطنجة. كل واحد شنو كيقول؟ حنا مشينا اليوم لتمارا، قلبنا ما خلينا فيه قلبنا. ايوا خوتي هادشي اللي كاين، الله يرحم لكم الوالدين. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرجع هو وهذاك الوليد اللي معاه. شو اسمك الوليد؟ سميتو اسم محمد. الدري الاخر. لا ما عقلتش، ما عرفتش. ما عرفتش سميتو الاخر، نعم. وخوتي المغاربة. محمد. محمد. الاخر سميتو محمد. نعم. وخوتي المغاربة، الله يرحم لكم الوالدين، والله يجازيكم بخير. اللي لقاه يتصل بينا ويتصل بالام ديالو، راه محروقه عليه، وانا خالته محروقه عليه، والناس كاملين محروقه عليه. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى الهلا يوري للامهات الهلا، يأديهم في وليداتهم ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين، الله يجازيكم بخير. اذا كيف ما تابعتوا معنا متابعين افضل متابعين قناه شوف في قناه الشاب، فمحمد العبادي كيقلبوا عليه والديه، الله يجازيكم بخير. اللي عرف او شافوا سواء اللي كيف ما تبعتوا معنا وكيف ما قالت الام ديالو بانه اختفى، والصديق ديالو اللي مشى معاه اللي كيبلغ العمر ديالو نفس العمر بمعنى 14 سنه، فعنده 200 درهم كيف ما كيقولوا، كيقول بانه دا صحابه كيف ما كتقول. هذا الطفل كيبلغ العمر ديالو 14 سنه لابس سيرفيت زرقاء والسبرديله وسروال كحل والسبرديله بيضاء، فشكرا وسكادون في الكحل. فشكرا لكم على المتابعه، وكنتمنى منكم مره اخرى انكم تبارطاجيو باش توصلوا لقلوب رحيم. والحمد لله احنا المغاربه خصوصا في هذه المسائل كنتعاونوا مع بعضياتنا ونفرحوا هذه الام اللي كيف ما كتشوفوا والجده ديالو اللي مريضه مسكينه بالسكر. فشكرا مره اخرى، والى اللقاء دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في لقاء اخر.